حال هسه زي ما حكينا نرجع نرسم الرسمه، حكينا هذا الانيشال كومبريشن يعني هو كان بالاصل هيك وانا ضغطته ضغطته المختار لي بالسؤال، فهاي مسافه 120 والضغط الاضافي 40، المسافه كامله اللي من هون لهون هي الفاينل. فانا اطبق معادله تي 1 بلس يو 1 2 تساوي تي 2. طيب هسه بدنا نعرف هسه شغله المسافات، هون انا بتهمني شغله المسافات، انا كثير بتهمني. هسه انا عندي البلوك هيك بتتحرك لليمين بسرعه 2.5، فاي شيء لليمين موجب واي شيء لليسار سبب. هسه الزنب الهاي هاي شو عليها شغل؟ شو عليها قوة؟ عليها فريكشن، عليها نورمال، عليها دبليو، وعليها الزنبرك. الزنبرك احطها يمين ولا يسار؟ ما بحطها بالرسم كاملة، برقي حالي وبخلي ببدلها بكلمة سالب تكامل. بالتالي الفريكشن تساوي النورمال اللي هي الوزن فعليا، الوزن اللي هي 60 في 9.81، 60 في 9.81 خلينا نحسب شلون، 60 ضرب 9.81 تساوي 588.6، هاي النورمال مضروبه بين بالميو كي، هو بده الميو كي اصلا، فهاي اول مجهول. فايش بعمل انا؟ بطبق تي 2 كم بتساوي؟ زيرو. ليش؟ لانه حكى لي ماكسيمم ديفليكشن. طيب هسه تي 1 نص 60 2.5 تربيع، نسيت عليها اليو 1 2، اليو 1 2 اي شيء مع الحركه موجب واي شيء عكسه سالب. طيب بالنسبه للزنبرك انا كيف بدي اعرف اذا هذا راح يضغطني مع او عكس؟ انا مش حابب اتخيل شكل، حابب احفظ حفظ، بروح اقول له سالب تكامل، دائما سالب تكامل. حدود التكامل بتكون الانيشال كومبريشن تحت، فهون قال لي كان مضغوط 120 ملم فبحط 0.12. بالفاينل احط 40 ولا احط 160؟ زنبرك المسافات اللي بيشتغل عليه دائما المسافات اللي بتخصه، المسافات اللي بتخص الزنبرك هي انا بشوف الزنبرك وين كان وين صار. الزنبرك كان هون، الزنبرك كان هون وصار هون. شو هاي المسافه كامله؟ المسافه كامله 120 زائد 40 اللي هي 160، يعني 0.16. يعني الزنبرك المسافات اللي بحطها بحدود التكامل هي عباره بشوف وين كان وين صار. طبعا شو بحط؟ كي اكس 20000، ما بحط 20 هاي خربطت الطلاب كثير، دي اكس. بعدين شو بعمل؟ الفريكشن مالها؟ الفريكشن عكس الحركه، فالفريكشن بدها تكون ناقص فريكشن اللي هي 500.88.6 بالميو كي. بضربها بمسافه، شو المسافه اللي بضربها؟ الفريكشن. هسه شغل الفريكشن بكون المسافه اللي بلش فيها الحركه لاخر مسافه وصلها، بلش الحركه من هون، بلش الحركة بلشها من هون، وين انتهى؟ انتهى هون. فهذا الوضع واحد وهذا الوضع اثنين، فهاي المسافة كاملة كم؟ هاي المسافة كاملة 600 زائد كم؟ زائد 40. 600 زائد 40. طب راح تقول لي ليش 600 مش 600 زائد 160؟ راح اقول لك لا، ال 600 اللي معطيني اياها هون هاي ال 600 كاملة، فانا باخذ المسافة من هون هون، فهي المسافة كاملة كم؟ 600 زائد 40، فكم هاي؟ 640 ملم، يعني 0.640. هذا كم بيساوي تي 2؟ قال لي ماكسيمم ديفليكشن، يعني في 2 بتساوي 0، فبيطلع معي قيمة الميو كي. بيطلع معي قيمة الميو كي. فكرة السؤال مضبوط الزنبرك، فكرة السؤال انه الزنبرك المسافات اللي بيشتغلها عليه دائما المسافات اللي بتخص الزنبرك، شغل بالنسبه للفريكشن او اي فورس راح تاثر على الجسم بشوف وين كان وين صار، فكان هو هون وصار هون، فالمسافه هاي كامله كم؟ هو اعطاني كانت 600 فاللي انضغط كمان 40، فكم صارت؟ 640. طيب الفرع الثاني من السؤال قال لي اوجد الفيلوسيتي لما رجع. بكل بساطه لما رجع كان بالوضع الابتدائي، كان بالوضع الابتدائي وين؟ كان عند الماكس، يعني زي كانه بقول له تي تساوي زيرو. طيب كان عند الماكس قوه الفريكشن، قوه الهاي الزنبرك كم بدها تكون؟ كان هون 160 وصار عند الانيشال، صار هون بس
صار هون ما صار هون. ليش طيب ما رجع لوتر الراحة؟ لأنه مربوط بكيبل. لو إنه مش مربوط بكيبل رجع عند الصفر. فوين رجع؟ رجع عند البوينت 1 2. هاي فكرة. شو ظل عندي؟ الفريكشن. الفريكشن هسه الجسم بتحرك هيك، فالفريكشن عندي هيك، فالفريكشن برضه سالب. دائما شغل الفريكشن سالب، لا تحط شغل الفريكشن موجب. سالب فريكشن في المسافة اللي مشاها. شو المسافة اللي مشاها؟ برضه مشى 0.64. طبعا الفريكشن طلعت معي ميو كي في هذا الرقم. ايش بده يساوي؟ نص 60 في في تربيع. الفي هي اللي بتطلعها. وبخلص السؤال. السؤال ماله؟ السؤال كثير سهل. في فكرة. السؤال جاء فاينل صيفي الفصل فاينل صيفي الصيفي الماضي. اجى نفسين ما فيش اي اختلاف، بس الاختلاف انه هاي بالفيت اجوا. السؤال بحكي لي بيقول لي كتلة سيارة 907 اللي مشت من نقطة 1 لنقطة 3، قال لي اوجد الفورس اكسيرتد on the truck at point 2. force exerted حكينا من chapter 12 انه هي النورمال، فمطلوب مني اوجد النورمال عند 2. فرح فاي هسه هاي مسافات، فبما انها مسافات فبطبق معادله الشغل، بقول له تي 1 بلس يو 1 2 يساوي تي 2. قال لي بلشت من الريست 10 تي 2 تي 2 تي 1 تي 2. انا ما بعرف كم تي 2، خليها نص في ام في 2 تربيع. طب الشغل، الشغل اللي مشى ببساطه السياره بتتحرك لتحت، سياره تتحرك لتحت، فهسه هاي الفري بيد دياجرام في عليها وزن، في عليها نورمال. النورمال لفوق او لتحت؟ لا، النورمال لليمين. طب ليش النورمال لليمين؟ لانه بكل بساطه احنا لما شرحنا شابتر 12 النورمال عمودي على السطح. عند السطح زي هيك يكون نورمال لفوق، عند السطح زي هيك يكون نورمال لليمين. فهاي السياره كانت هيك فالنورمال هيك، يعني هاي بكل بساطة. ففي عندي الشغل اللي مشاه، راح تقول لي أنت هسا السيارة بتتحرك لتحت و W لتحت، معناته W في المسافة اللي مشاها كم مشى؟ مشى من 1 لـ2، مشى 12.2 بتساوي كم؟ نص M V 2 تربيع. فبالتالي شو بطلع معي؟ بتطلع معي قيمة V. W ما هي معي 907 في 9.81، بتطلع معي قيمة كم؟ بتطلع معي قيمة V2. طيب هو بده أصلا بده فورس، بده فورس. طيب أنا إذا أنا هذا مسار دائري، هيو ها هاي دائرة، هاي دائرة، وهاي السرعة هون معطيني إياها. طيب شو بذكرني الدائرة؟ الدائرة بكل بساطة بتذكرني إنه الـ A normal تساوي V تربيع على R. فأنا الـ V كم؟ طبعا شو بتساوي؟ شو بتساوي هذا اللي هو النورمال ناقص الدبليو بيساوي ام في تربيع على رو، اللي هو الفري بدي ديجرام عندي 2، في عليها قوه طالعه فعليها قوه وزن، بدها تساوي ايش تساوي؟ بدها تساوي تسارع، تسارع باتجاه المركز، وبدها تساوي تسارع باتجاه الحركه. فالام اي تي بيساوي 0، فما بدي اياها. ف ام اي ان بدها تساوي ايش؟ ان ناقص دبليو تساوي ام اي ان، اي ان بتساوي في تربيع على رو، رو معطيني اياها 6، ام 907، في طلعتها من 13، اليوم معي بتطلع معي الفورس ترتب. فاحنا بدنا نعرف نصرح الدقين شوي. ما عندي مجاهير بالاسئله، دائما ما عندي مجاهير، لازم شيء يتصفر، لازم شيء ينجاب. ما بنجاب من الجباتر اللي قبل. طب الفرع الثاني، الفرع الثاني طب مني، طلب مني اوجد المينيمم، المينيمم سيف ريدياس اوف ذا كيرف جار ات بوينت 3. يعني طالب مني مينيمم، طالب مني السيف ريدياس، اقل قيمه للريدياس بتخليني يعني بتخلينيش امن فعليا. يعني هذا الريدياس انا اذا حطيته، انا الريدياس هذا اذا حطيته راح بطل عندي امان. فانا شو فكرتها؟ انا لو هذا السؤال فيه فريكشن، لو هذا السؤال فيه فريكشن، احنا بنعرف عند النقطة 3 الفريكشن فورس، الفريكشن فورس شو بتساوي؟ بتساوي النورمال في الميو كي. فهسا أنا هسا لو فرضا جاي طاير هيك، أنا طاير هيك
لو ما فيش فريكشن عندي ايش يبطئني؟ السيارة تيجي هيك تحلق تطير هيك تطير تمام؟ تطير زي هيك لو ما عندي فريكشن في السيارة راح تطير عندي احتكاك بالأرض. فأنا أقل إشي ممكن يكون عندي آمن لما ما يكون عندي فريكشن. متى ما بيكون عندي فريكشن؟ لما يكون عندي النورمال بيساوي زيرو. هاي فكرة هذا السؤال، نورمال بيساوي زيرو، فريكشن بيساوي زيرو، فأنا بكون عندي أقل آمن ممكن يصير عندي. فلما أحل هذا السؤال وأوصل هون بكل بساطة بوجد له أقل سيف ريديوس. طبعا بقدر أخذ الحركة من 1 لـ 3 أو بقدر أخذ من 2 لـ 3، ولكن إذا أخذت من 2 لـ 3 السيارة بتطلع طلوع، وبالتالي اتجاه الحركة لفوق وزن بيعمل لي سالب. أما تمشيت من 1 لـ 3 السيارة بتنزل نزول، فالحركة لتحت موجب ولفوق سالب. محل السؤال بيطلع معي عم في تربيع رو بيطلع معي كذا. السؤال زي فكرة الفرع الأول، بس إنه صفرت النورمال. ليش صفرته؟ صرت لكم إياه بالتفصيل. السؤال جاني فاينل غير فيه شغلة. السؤال طلب مني باور. الباور قلنا فورس من شابتر 12، سرعة يا معطى يا من شابتر 13. أعطاني السرعة فبشتغل شابتر 12 كل هذا السؤال. هذا السؤال ببساطة سهل جدا، طلب مني قدرة الماتور. هذا قدرة الماتور، بدي أشوف الفورس المربوطة بالماتور. شو الفورس المربوطة بالماتور؟ الحبل هذا اضربها بالسرعة، اعطاني السرعة. السرعة 2.4. طيب بكل بساطة السؤال، فأنا تطلع هذا الفورس. أنا إذا معطيني وزن هاي، معطيني وزن هاي، بالتالي هاي نص وزن، هاي نص وزن، بالتالي هاي نص وزن. فأنا لما بدي أعمل فري بدي ديجرام لدي، في عليها وزن دي، في عليها وزن دي، في عليها الفورس هاي الفورس اللي هي نفس الفورس هاي اللي هي اف. فاف زائد نص وزن سي ناقص دبليو دي بدها تساوي زيرو. ليش زيرو؟ لانه حكالي بالسؤال constant velocity فما في تسارع. فالدبليو سي معي، دبليو دي معي، فبطلع الفورس. الفورس اللي طلعتها بضربها بسرعة الماتور. بدنا نركز هاي سي سرعتها 2.44 دمبوتر. الدمبوتر اللي هي دي، لا اعطاني انه دي، اعطاني انه دي سرعة 2.44، فخلص مباشرة 2.44 بضربها بالفورس اللي طلعتها بخلص معي السؤال. السؤال اجاني بالفاينل، شوف الحتاقة. سؤال لجانب الفاينل، أرجع أرسم الرسمة طبعاً، شهر ألتزم رسمة الكتاب. جتني زي هيك. جتني مربوطة زي هيك. جتني. شو هنكبر هسه؟ جتني هيك بكرة، هيك بكرة، هيك بوطة بكرة من هون، بوطة بالماتور اللي هاي دي وهاي سي. شوف السؤال هذا، هذا السؤال زي هيك، حكالي هذا سي وهذا دي، حكالي في عندي سي اعطاني وزنها، فبالتالي دبليو لما اعمل فري بدي ديجرام لدي في عليها وزن دي، في عليها اذا هاي اسمها اف، فهي بدها تكون اف 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 3 اف. شو بده يكون عليها؟ نص WC. ففكرة السؤال مختلفة عندي رقم 3 بس. طبعا اتوقع اني غلطت فيها، بتذكرها انه طلعت معي اف سالب، فهي الفكرة انه راح اطلع عن 3F
تساوي كذا، فبالتالي F تساوي كذا. F اللي بطلعها هي بضربها بالسرعة، بضرب 3F، ضرب F، بالتالي لما صار ثلاث حبال باور قلب وقسمت على ثلاث. فكرت السؤال، السؤال سهل جدا مش صعب، نمشي عادي. فهم ملخص القوانين T1 2 B F B. طيب نشوف البروبلم معينة. البروبلم هذا، البروبلم هذا بقول لي باكج بيمشي على الزاوية 20، كل الانيشال فيلوسيتي 12.2، ذا كوفيشنت اوف فريكشن اعطاني الفريكشن، اوجد الماكسيمم ديستانس. الماكسيمم ديستانس يعني V2 تساوي 0. قال لي اوجد الفيلوسيتي لما رجعت. فهسه شو بصير عندي؟ هاي البلوك A في هاي المحاور في عليه فريكشن لتحت. ليش فريكشن لتحت؟ لانه هو بيطلع من A ل B، فالفريكشن عكس التيار. في عليه W كوساين 20، في عليه W ساين ال 20، وفي عليه نورمال. نورمال بسويها W كوساين 20، اضربها اضربها 15. بس شو بطبق انا؟ T1 بس T1 2 تساوي T2، T2 0 هاي معي نص، في 22.7 في 12.2 تربيع ليو 1 2. ليو 1 2 انا بتحرك لفوق وكل شيء لتحت، فسالب فريكشن في اكس سالب دبليو ساين ال 20 في اكس تساوي 0. بجمع هاي لهذول بطلع مع قيمه اكس. الفرع الثاني قال لي قديش الفيلوستي لما رجعت؟ الفيلوستي لما رجعت لما كانت هون، كانت هون 0، هي بتتحرك لتحت، الفريكشن لفوق، الفريكشن لفوق الوزن لتحت، فبالتالي سالب فريكشن في اكس اللي طلعتها زائد دبليو ساين ال 20 في اكس اللي طلعتها مجموع لهم هذول صفر، تساوي نص ام في تربيع. طلع معي سرعه A لما رجعت لهون. طب الفرع الثالث شو طلب مني؟ طلب مني الانرجي اللي استعملها. فايش بعمل؟ الانرجي اللي استعملها كان هون صار هون بعدين صار هون، فانا باخذ الانرجي اللي خسرها. خسرها كانت T1 ناقص T3. هذا بروبلم نفس الفكره بس هي زاويه 30 وهي زاويه 20. فدينك فهي الزاويه B وهي الزاويه 30. طلب مني هذا السؤال موجود بشابتر 12. بشابتر 12 كان معطيني تسارع، معطيني سرعه، فلازم احله على شابتر 13. بس فكره انه تحليل الزاويه B انه لما احلل انا محاوري زي هيك، محاوري زي هيك، فاذا هاي الزاويه 30 فانا بدي تكون على المحور هذا. اذا هاي الزاويه 30 انا بدي اياها على هذا المحور. اذا هاي 30 وهاي 20 هذا الخط الواصل بينهم هيك، فبالتالي هاي 20 فكم بتكون هاي كامله 50. فبجمع الزاويتين خلص احفظها قوه مايل وسطح مايل كلهم 50. هذا السؤال احفظه احفظ بكرات. نروح البكرات نشوفوا كيف، نشوف اذا حلنا صح ولا لا. احنا حكينا بست البكرات وانا بحل بعرف اذا حلي صح ولا لا. بروح لهون. انا امبارح نزلت لكم اسئله مقترحه على جروب الماسنجر، نزلت لكم اسئله مقترحه في منهم بكرات حتى كانت جايه زي هيك على هذا سطح، بعدين جاي زي هيك، جاي هاي بسطح هون، يعني كل واحده بعالم مع هيك. لما جمعت الشغل صفرت. تعرف انه اسئله البكرات شو ما اجى شكل، شو ما اجى من اي كتاب، شو ما اجى من اي مصدر، لازم التنشن يتصفر. نيجي هون هذا السؤال. بس هذا السؤال انا ما بعرف اتجاهات الحركه. في عندك حلين، يا تتخيل يا تحل السؤال على شابتر 12 وتشوف اتجاه الحركه من التسارعات. فانا عجقه، فايش بعمل انا؟ بروح بمسك هذا السؤال وبحله على شابتر 13. بتخيل هاي 9 كيلوغرام وهي 7.5 كيلوغرام، فهاي تنزل لتحت، اجباري تنزل لتحت، راح تزحلق. بس هسه اذا هاي نزلت، هاي بتنزل، هاي حبالها راح تطلعها. فحركه حركه A لتحت وحركه B لفوق
تكاش تتخيل هذا التخيل اللي هو صعب ممكن يكون، حل السؤال على شابتر 12 وشوف كيف اتجاهات الحركه، راح تلاحظ انه هاي تسارعها راح يطلع لتحت وهاي راح يطلع تسارعها لفوق، راح تخليه بحالك، لا تخيل احسن لك. في هاي A وهاي B هيك اتجاه حركتين، بروح بمسك بحكي له T1 بس U1 2 بساوي T2، طبعا هاي لأي بلوكة؟ لبلوكة A، بلوكة A قال لي ما اعطانيش ولا معطى غير انه من الريست، يعني T1 0. طيب قبل ما نبلش هيك بنشوف معادلة الحبل، معادلة الحبل بدون ما اطلعها، هاي طالع منها حبل، حبلين ثلاث، ف 3XB تساوي XA، ما بيهمني اشارات. 3BB تساوي VA، المعادلة المفتاحية. طيب نرجع للسؤال، بلوك A محاور مائلة، ما في فريكشن بالسؤال فما راح ترجع. كالي تنشن W ساين 30، طبعا اذا في فريكشن، اذا في فريكشن الفريكشن لفوق لانه الحركة لتحت. طيب W ساين 30 T، راح اقول له الجسم بيتحرك لتحت، سالب T في اكس A زائد W ساين ال 20 ساين ال 30 في اكس A تساوي نص ام A V A تربيع، هاي معادلة ثم بالخط الاسود تدرج بس الشاشة ما في المجال. بلوك B ريت فاليو تايم 30، راح اقول له انا بتحرك لفوق، بتتحرك لفوق هنجو، ها بتتحرك لفوق، اقول له 3 تي اكس بي ناقص دبليو تايم 30 اكس بي تساوي نص ام بي في بي تربيع. طيب احنا شو حكينا؟ كان بدنا نجمع المعادلتين ونصفر الحبل، رح نعوض الارقام هسه 3 xa 3 xb بتساوي xa. لما نقرا السؤال قال لي اوجد سرعه a بعد ما مشت 0.46، يعني xa تساوي 0.46، فبالتالي xb مدعمة تكون xa على 3، xa على 3 0.46 تقسيم 3 كم تطلع معي؟ 0.153. لا. طيب ايش بعمل انا؟ بروح بمسك الاكس بي، الاكس بي كم؟ ثاني اكس بي 0.1533. طيب الاكس اي كم؟ الاكس اي 0.46. انا قلت لك اذا جمعت التنشينات وما صفر معي حلي غلط، بكل بساطه 0.1533 مضروبه في 3 تطلع معي، تطلع معي 0.46، هاي سالب وهاي موجب، هم مع بعض صفروا بعض اللي صح. بس كملش اكس بي بعوضها 0.153، اكس اي بعوضها 0.46، في اي اكتبها كيلو 3 في بي كل تربيع، فبتصير هاي 9 في بي تربيع 2، عوض ام اي ام اي تطلع معي في بي بي بي، جاب اقسمها على 3 بيعطوني بي اي، خلص السؤال. شايفين البكرات؟ يعني سؤال، يعني اذا جاكم بكره 13 بكرات احكوا هاي احنا راح نجيب السؤال. اللي فاهم عرف كيف يستعمل وما يغلطش بالاشارات. لو كان في فريكشن بس بنضيف له فريكشن. هذا السؤال نفس الفكره. حابين احكي لكم هذا السؤال بحلوه ترى، شرحه امبارح لشرح فيديو، بس هذا السؤال تتخيلوا تخيل، اشرح فكرته عامه. ما هي تنزل لاخر شيء لهون، هاي راح تطلع مسافه، انا راح اضل مسافه زياده بتزيد على المسافه، يعني انه انا زي كاني بمسك انه الحبل من رده فعل A B راح يضل يطلع. التفسير موجود بالكتاب كامل يعني، بس انه خليته بالزمانات بتذكر، ما بعرف اذا عملت له فيديو، اذا ما عملت له فيديو راح اعمله، انه هسه هاش كشرط بده ساعه. هذا السؤال، هذا السؤال حكى لي في عندي زنبركين،
عندي زنبرك خارجي في عنده زنبرك داخلي اللي هي released from rest في V10 يعني T1 0. قال لي حكى لي في زنبركين الأوتر له 3 كيلو نيوتن والإنر له 10 كيلو نيوتن قاومة. قال لي إذا الماكسيمم ديفليكشن أوبزيرت مقداره 150 مليمتر يعني الماكسيمم ديفليكشن يعني الـ V2 0. وقال لي الماكس ديفليكشن له 150. شو قال لي؟ قال لي أوجد الارتفاع H. بكل بساطة أنا هذا وضع الابتدائي، هذا وضع الابتدائي، وضع النهائي مثلا هون الماكسيمم ديفليكشن. طب أنا إيش بعمل؟ الام بي في ات بس انا حركتي لتحت معروف حركتي لتحت فام جي في اتش ام جي اللي هي الوزن في اتش اتش مش اتش هاي اتش اللي هي عباره عن المسافه اللي مشاها. شو المسافه اللي مشاها؟ بكل بساطه المسافه اللي مشاها اللي هي الماكسيمم ديفليكشن اللي هو لما وصل عند زنبركات اللي هي 150. شوي اتاكد بس بلاش اكون تحبط. تمام هي 150 او 150 زائد اشي بس دقيقة هي 150 زائد اتش 150 زائد اتش اللي هي الماكسيمم ديفليكشن. ماكسيمم ديفليكشن هي بتقاس ال 150 تقاس من هون للنهاية 150 150. ولكن انا لما بلشت من هون فبزيد اتش فام في جي في اتش زائد 0.15 اج زائد 0.15. هاي الشغل اللي بيعمله الوضع بيعمله من المرجع تبعي للنهايه. طيب شغل الزنبرك حكينا دائما سالب تكامل. ايش بعمل هسه؟ في عندي زنبركين فبعمل الزنبرك الخارجي والزنبرك الداخلي. الزنبرك الخارجي بالوضع الابتدائي كان مش مضغوط اصلا. الزنبركين الاثنين بالوضع الابتدائي ما كان عليهم اي قوه. فهذا الخارجي عليه زيرو، فالخارجي كم عليه؟ بده يكون ال 150 كامل، الماكسيمم ديفليكشن له 150. هذا ايش؟ خارجي. طب الداخلي بلش شغله هون. الداخلي بلش شغله من هون يبلش يشتغل. شو المسافة اللي مشاها من شغله لهون؟ نقطة 2. مشى فعليا ال 150 شيل منها ال 90. صفر 150 ناقص 90. معلش اذا انكم فاهمين، بس الفكره بدي احكيها انا. نرجع نلون الشكل احسن. انه انا لما اشتغل للزنبرك، لما اشتغل للوضع، الوضع بشوف وين كان وين صار. ففرض ما صار هون ماكسيمم ديفليكشن اعلى نقطه، هون الفي 2 او زيرو. فايش قال لي؟ المسافه اللي مشاها بالنسبه الوضع مشى هاي المسافه كامله. المسافه كامله كم؟ اذا انا حكالي ماكسيمم ديفليكشن 150، 150 من وين؟ من بداية الزمبرك، الزمبرك بلش هون. فحكى لي هاي المسافة 150، فبالتالي مسافة هاي كاملة 150 زائد اتش. هسا الزمبرك الثاني بلش من هون. فشو شغل الزمبرك الثاني؟ الوضع الابتدائي له زيرو والوضع النهائي من هون لهون. طيب هاي المسافة كم؟ إذا هاي كاملة 150 شلت منها 90 فظلت 60. طيب الزنبرك النهائي الكبير، الزنبرك الكبير بلش من الصفر وانتهى عند ال 150. هاي فكرة هذا السؤال. وهذا السؤال اللي تحته، هذا السؤال قال لي 8 كيلو جرام، لا هاي 27، 0.3 كيلو جرام، هاي 0.3 ريليز فريم ريست، هاي 0.23. قال لي سبورتد باي نت اتاش تو سبرينج. إذا الكونستانت كي له 131، إذا أبر بلوك هستنت لريموف، البلوك اللي فوق أنا فجأة شلتها، قال لي أوجد لما شلتها، قال لي أوجد الماكسيمم فيلوسيتي. فأنا هون شو بعمل؟ بدي أشوف وضع الراحة. هسا الشكل كان عندي هيك، كان عليه بلوكة، كان عليه بلوكة ثانية. هسا هذا لو أنا شلت البلوكات الثنتين من الأصل وكان بوضع الراحة، بكون طالع شوية صغيرة، يعني الشكل صير زي هيك. بعرفش اذا فاهمين قصدي. فالزنبرك اطول شوي صغيره، ففي هون عندي شويه انيشال كومبريشن، يعني هاي الفكره. طيب فانا هسه بالوضع الراحه، الوضع اللي انا شايفه هون، بدي اعمل 3 بيت دايجرام.
هاي عبارة عن البلوكتين سميته W، في عنده قوة زنبرك بتأثر عليه F spring، فهذا مجموع الفورس تساوي زيرو. بكل بساطة كي اكس ناقص W تساوي زيرو، يعني W هسه مشان احلها مشان الحركة وكذا، W ناقص كي اكس تساوي زيرو، ال W معي، ال K معي، وال X مجهولة. فهاي عبارة عن ايش؟ هي فعليا الفورس للسبرينج. انا هاف عملت فورس للسبرينج علاقة، هاي ال K معي، W معي، هاي بعملها كعلاقة. فلما اكامل باخذ علاقة W ناقص كي اكس، وضع الابتدائي وضع الفاينل، موضع الفاينل 0.6، موضع الفاينل 0.6، موضع الفاينل، الوضع الفاينل هو بده اياه اصلا اكس. بعدين في عندي وضع نزل، وضع كم نزل الوضع؟ نص ثلاث وقت لفوق سالب 0.3. طبعا ما نجوك شوي مشروع فرض بالفيديوهات. شو بعمل؟ بسوي بالصفر هون، ما ريست كان صفر، بطلع معي قيمة X، بطلع معي function X plus maximum velocity. هاي مش صفر، هاي نص M في تربيع. بس هنا X وهنا V، هو طلب مني maximum deflection، فأنا بشتق كل الشغل كل شيء اشتغلته U، عندي X بيساوي 0 بشتقه، طلع معي قيمة X، X بعوضها هون طلع معي قيمة V. أنا قاعد بقرأ على هذا السؤال بحل على 27، هاي اللي صار معي، مشكلة أصلا هذا السؤال بس أنا بتفوق لكم مش داخل، وفعليا مش داخل، حبيت إني أخذت فلسفي وبرضه مش داخل 30، لا السنة كاملة ما دخلوا، هو حتى مش داخل، ناس يشيلوا من السيلبس. هذا السؤال بدك تفحص فيه الفورس الستاتيك وفورس الفريكشن كونهم يعطيك اياه، وتشوف اذا هذا الجسم ممكن يتحركوا سوا او ما يتحركوا سوا. سؤال كثير زين. شوفي عندي شغلات. سالفه الطاقه. هسه احنا لما كنا نحل كل الاسئله اللي كنا فيها، وكنا نحل كل الأسئلة بكل بساطة، عندي فريكشن أو يكون في فورس بي خارجية. هسه شو بحكي لي؟ بحكي لي عندي السؤال ما في فريكشن، إذا في فورس خارجية أقدر أغير قانون E1 بلس U12 يساوي T2، قانون ثاني بيساوي T1 بلس V1 يساوي T2 بلس V2. استعمل هذا القانون، إذا السؤال ما في عندي لا قوة خارجية ولا فريكشن، هذا بسموه وضع حفظ الطاقة. V1 اللي هي نفس النص MV تربيع، V2 نفسها النص MV تربيع، تظل الـ V1 والـ V2. V1 تنقسم V1 إلاستيك زائد V1 جرافيتي، V2 تنقسم V2 إلاستيك زائد V2 جرافيتي. طيب شو الـ V1 إلاستيك؟ بشوف وضع الابتدائي كان الزنبرك مضغوط مش مضغوط، شغال مش شغال، له طول ما له طول، الاستيك يعني زنبرك، جرافيتي بشوف اذا الكولر اللي عندي بتحرك او لفوق او لتحت، في تو بشوف كم صار وضع الزنبرك، جرافيتي بشوف كم نزل وطلع عن المرجع. كثير سهل هذا الدرس، عني يا زلمه شو تنجح والله، مثل ترى الماده اللي نزلها اصلا من الدينامو 1000 مره وهي حفظ صدق والله العظيم. طيب اي سؤال في كلمة undefined length بدك تطرح على undefined length، من وين ما تروح فين ما تروح بدك تطرح على undefined length، كيف يعني؟ عندي هذا السؤال، اي سؤال والله سبع ساعة، اي سؤال في color زي هيك بحدد مرجع مثلا معين،
فرضا هذا مرجعي، هذا داتا. شو بعمل انا؟ قال لي هذا كولر بنزل وبطلع مربوط بزنبرك، قال لي وذات فريكشن وما في قوه خارجيه، بستعمل قانون تي 1 بلس في 1 تساوي تي 2 بلس في 2. طيب قال لي اذا الانديفورت لينكث بيساوي 10 سنتي، هسه الزنبرك كان قانون سالب تكامل اكس انيشال اكس فاينل كي اكس، هاي لما كاملها بتصير نص كي اكس تربيع سالب نص كي اكس تربيع. هسه بعض الاختصارات وبعض كل شيء بالنهايه بتصفي نص كي في اكس فاينل ناقص اكس انيشال كل تربيع، هيك بصير شغل الزنبرك عندي. اصلا هي قوه الزنبرك بس لما اشوفها بكاملها. هسه شو الاكس فاينل وشو الاكس انيشال؟ الاكس انيشال عباره عن الاندي فورم شوف وين الزنبرك كيف كان طوله بالوضع الابتدائي، وبيحكي لي كم كان طوله قبل ما اربطه بكولر، قبل كان زي كان اشتريت الزنبرك من المصنع، بقول له طوله كان 10. فهذا الشيء اطرحه من اي مكان بشوف، اي مكان بشوفه بالسؤال في نص كي اكس تربيع اطرح العشرة من العشرة، لازم اطرح العشرة. اكس فاينل هو انا وين بشوف الكولر وين صار بالسؤال، يعني الوضع الابتدائي في 1 بلس في 1 يساوي في 2 بلس في 2. قال لي ستارت فروم ريست تي 1 0 لفي 1 تنقسم لإلاستيك وجرافيتي، جرافيتي ام جي اتش انا المرجع هون الكولر بعده هون، نزل او طلع ما نزل او طلع، ففي 1 جرافيتي تساوي 0، في 1 الاستيك كله نص في كي في اكس فاينل ناقص اكس انيشال. اكس فاينل كم؟ انا كم شايف السؤال؟ شايف 0.2. طيب وكم الاندي فورم لكث؟ 10 سنتي ناقص 0.1 تربيع تساوي تي 2 طالبها طالب تي 2. الفي 2 الجرافيتي كم؟ نزل 15 سالب 0.15 مين؟ في الام جي. طيب عندي كمان زائد نص كي في الاكس فاينل كم صار طوله؟ اذا هاي 15 وهاي 20 فطول الوتر بيكون 25، راح اقول له 25 ناقص ال 10 دائما وين ما تروح تنقص ال 10 كل تربيع. طلع عندي مجهول عبارة عن في نص ام في تربيع بتطلع في 2. الميتنج راح يطفي راح افوت وراح ابلش على 7:15، 7:15 اكمل شرح. يعطيكم العافية.